نوصلوا للفلفل الزينه كيفاش يصير والفلفل العشويه مش تحضر لنا اليوم نمشيو للكوجين هاي الكوجين شيف ضحى صباح النور صباح النور مرحبا اهلا بيك وبيك يا عايشه باهي شايف قلت لهم وقاية عولة توا في نابل والديار المبلية الكل بيحضروا للفلفل يشيحوه هاتينا الطريقة بتاعك عايه ناخذ الفلفل الأحمر أول حاجة ناخذ لحشة مبلولة ناخذ الفلفل ناخذ من عنك شو احنا نقولوا نحول عن كل مساعد والقرن اللي يعرضنا بمنطق ما نحصلوش الفلفل مساع العولة ليش مسيحوه نحوه منديلة مبلولة وبعد نشطروه ونحطوه في السمش نشطروه ونحطوه على احنا نقولوا مستيكير ولا حاجة هكا خفيفة فوق منه الفلفل باش في ساعة يسيح وانا نزيدو شوية ونحركوه ما خليوش هكاكا ونمشي وخاطروا كما احنا نقولوا يكفاه ثلاثة ايام اربع ايام اسمه وثق يحشي الفلفل ونهزه ونحطوه في الشكايه ونحطوا معاها كيفيح نحطوا معاها تمشى ملح في وسط الشكاره في نزول الرحال. باهي. علاش تمشى ملح؟ باش الفلفل قد ما يقعد يقعد سمح ما ي... كما احنا نقولوا ما يتربعش ما يعمل شكل ما يتسدش. الحين طيب نحطوه في السل ولا حاجه بالخطا ونخليه هنا نتاع عام كامل مثلا. باهي هذه هي الطريقة نتاع الفلفل سهلة ما فيها حتى شيء. ما فيها حتى شيء سهلة الفلفل العولة. إذا كانت رحايت حتى على روحه ما عادش يجرى له حتى شيء. نمشيو للعشوية نمشيو نحليو في العشوية شنو حضرت لنا؟ كعبات يونيو. أعطينا المكونات تاعها. ناخذوا مثلا احنا والعظم فما ساعات نقلط كعبه العظم كبيره ساعات نقلط كعبه العظم صغيره ناخذوا اذا كان صغيره ناخذوا ستة كعبات اذا كان باهيه ناخذوا اربع كعبات عظم. نحط عليهم 200 غرام سكر وزوز بقوات فانيل. نركبوهم بالكذا لان احنا نقولوا السكر يذوبك السكر هذاك يذوب. ناخذوا مثلا كعبه ياغورت ناتوريل والا ناخذوا 200 مليلتر حليب. ونحطوه ونركبوا تركب الحليب والا الكعبه يا غوطي الكران نزيدوا 200 مليلتر زيت. ونركبوا زاده تحل تصير خليط هذاك الكل. ناخذوا الفارينه نغربلوها كيلو فارينه. عليها زوز خميره. ونلموا للماء ما نعجنوش العجينه. نحطها على روحها ينقضوا الصحو. ناخذوا كيلو سكر عليها 500 مليلتر ماء. نحطوهم على الغاز، الغاز السكر يذوب وياكل كي يطلع في الكشكوشه واحنا نحطوا زوز نغار صغار. ونحسبوا 10 دقائق بالضبط ونصفيو على الغاز. باهي. طيب كملنا حطينا الشكر على روحنا نقبل حلو كعبات يويو نقليوه. ومن بعد نشحوه نفقوا الشكر ونحطوا جلجلان لوز كل حد واش يحب جلجلان والا لوز مهروس والا بوفيه مهروس كل حد واش يحب. واضح يا شيف كل واحد يزين بالطريقة اللي يحب عليها اللي يحب عليها هذيك هي نفسي باهي يعطيك الصحة يا شيف مشكورة عايشك صحة عايشة نهاركم زين كانت هذه هي دبارة الويكاند شوية آخر طلع لنا هندا تبان في لوحة جديدة في فن جديد بعد الموناليزا نشوفوا اليوم شنو اختارت لنا ترتيحة صغيرة بالموسيقى وراجعين كاب ويكاند